ان شاء الله. طيب نروح نستكمل مع حضراتكم، وفايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي بيرحل عن الدوري الياباني بسبب تراجع النتائج. اعلن نادي كاشيما الياباني فسخ عقد السويسري ريني فايلر بالتراضي، وده بعد ما خسر الفريق من سانافاريس هيروشيما السبت اللي فات. كشف النادي الياباني في بيان رسمي عن التوصل لصيغه مع المدرب لفسخ التعاقد بعد ما تجمد رصيد الفريق عند 40 نقطه وهبط للمركز الرابع. ما حققش فايلر اي فوز في اخر 5 ماتشات بالدوري، تعادل 3 ماتشات، خسر ماتشين، وودع كاس رابطه المحترفين من ربع النهائي بعد الهزيمه اللي كان تلقاها. وكان فايلر تولى تدريب طبعا كاشيما خلال شهر ديسمبر اللي فات بعد فتره توقف عن التدريب كانت امتدت لاكثر من عام. رحل بعديها لبطل اليابان بعد تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي. يمكن التجربة مش موفقة لرينيه فايلر، ما بتقللش منه أبدا كمدير فني، مدير فني أكيد عنده رؤية وعنده فكر دايما مختلف، وده شفناه الحقيقة حقق شكل محترم جدا مع النادي الأهلي في تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، لكن ممكن يكون مش موفق في تجربة في الدوري الياباني، ولكن دي ما تقللش منه أبدا كمدير فني. تعالوا كده نروح ونستعرض مع بعض احصائيات ريني فايلر كانت عامله ازاي مع كاشيما. عدد المباريات اللي شارك فيها هم 30 مباراه، فاز في 16 منهم، اتعادل 8 مباريات وخسر 6 مباريات. سجل الفريق تحت قيادته 54 هدف واستقبل الفريق تحت قيادته 37 هدف. اعتقد برضو الاحصائيات مش سيئه، يعني في المستوى المعقول لحد ما، مش سيء ومش افضل حتى حاجه. حتى اقلته بعد 5 ماتشات الراجل، يعني مش شايف برضو يعني ان ده منطقي ابدا، ولكن في الدوري الياباني ممكن يكون الموضوع مختلف يعني. يعني احصائيات ريني فايلر مع النادي الاهلي، لعب 44 مباراه فاز 34 وتعادل في 8 لقاءات وخسر في مباراتين، يسجل الفريق معاه 91 هدف وتلقى 17 هدف. طبعا ارقام كانت مميزه جدا لريني فايلر مع النادي الاهلي الحقيقه.